الجامعة أرحب بجميع أبناء الطلاب، أشكره كونوا خير شطراء جامعة أكسفورد عندما كما رأيتم الجامعة هي جامعة غنية بالإمكانيات المادية والبشرية المناسبة للطلبة الوافدين على مستوى الدراسات الأساسية والدراسات العليا. الجامعة بس مش بتتميز بنشاطها العلمي، الجامعة بتهتم ببناء الفرد بناء متكامل. هناك نشاط غني طلابي ثقافي ورياضي زي ما شفت القرية الأولمبية ومشاهدة صالة الألعاب المغطاة. الجامعة تقدم رعاية صحية متميزة للطلبة الوافدين كما تقدمها لأعضاء هيئة التدريس للجامعة. عندنا مدينة طبية متكاملة للطلاب الطب يمكن شافوها مش عارف رحت شفتوها. مدينة طبية متكاملة تشمل 8 مستشفيات في تخصصات مختلفة على أعلى مستوى. الجامعة تهتم بالإقامة وتخصص أماكن متميزة للوافدين. الجامعة تعني بالتعليم وفلسفة التعليم في جامعة أسيوط، تهتم بالتعليم